كابتن شهاب ليلي المدير الفني الحالي لأهلي بنغازي الليبي والمدير الفني السابق لنادي اتحاد المنستيري التونسي اللي هيلاقي النادي الأهلي إن شاء الله يوم 9 أكتوبر. كابتن شهاب زي حضرتك يا فندم. مرحبا مرحبا الأخ هشام. أخبار حضرتك إيه، كله تمام؟ الحمد لله يا كابتن. الحمد لله الحمد لله. الاتحاد المنستيري الأول، أنا بقول صح اتحاد المنستيري؟ النطق بتاعه صح؟ صح 100%. 100% حبيبي ربنا يخليك. طيب يعني كابتن شهاب، أولا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، ويعني كابتن شهاب برضو لمن لا يعلم هو واحد من المديرين الفنيين الكبار اللي له سوالات وجولات الحقيقه مع انديه تونس، تولى تدريب النادي الافريقي والصفاقسي والنجم الساحلي وكمان الاتحاد المنستيري، واللي هيلاعب النادي الاهلي ان شاء الله يوم 9 القادم. كابتن شهاب، اولا ابدا مع حضرتك، الاول شايف مباراه النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا مع نادي الاتحاد المنستيري ازاي؟ قبل كل شيء انا سعيد بتواجدي في قناه الاهلي، وسعيد بتواجدي معك انت الكابتن اسلام. شرف لينا يا فندم. شرف لي كذلك. ربنا يخليك. شو اقول لك؟ يقول لك انت لخصت اطار المباراه في كلمتين، يعني نادي القرن مع اتحاد رياضي المنستيري نادي الطموح اللي هو اول مشاركه لي في الشامبيونز ليج الافريقي. نعم. اكيد عامل خبره مهم في المباريات خاصة القارية، المباريات الإفريقية، رهان للأهلي، رهان كبير، لأنه الأهلي ديما يتطلع أنه يوصل للمربع في الكؤوس الإفريقية، ولما لا اللعب من أجل التتويج. والنادي الاتحاد الرياضي المنستيري عنده من المقاومات أنه يطمح في المسابقة هذه، المقاومات هذه خليني نقول لك أنا من اكثر الفرق التونسيه بعد الترجي الرياضي التونسي استقرار في الخمس سنوات الاخيره في الدوري التونسي. يعني فما استقرار اداري في اتحاد الرياضي المنستيري، الرئيس احمد البرلي اللي هو رئيس النادي من اكثر من 10 سنوات نفس الاداره. نعم. وكذلك عمل تشكيله خليني نقول لك مستقره على مستوى الرياضي. ناهيك انه الفريق اللي باش يتبارى ان شاء الله يوم 9 اكتوبر مع الاهلي القاهره باش يكون فريق تقريبا هو نفسه اللي يلعب منذ كذا سنوات، يعني في اثنين لعيبه طلعوا من الفريق هذايا وعزوا بلاعبين اخرين، لكن الاستقرار هي عنوان اتحاد الرياضي المنستيري في الخمس سنوات الاخيره. نعم. وهذا اللي يخلي اتحاد الرياضي المنستيري في الخمس سنوات الاخيره يقدم مستوى طيب، يعني يجيب اجانب اللي هما موافقين، يجيب لاعبين مغمورين لكن يعطيهم الفرصه حتى يصبحوا مشاريع نجوم. كذلك الفريق هذا كان خدا كاس تونس قدام الترجي التونسي، كان خدا السوبر التونسي قدام الترجي التونسي، وكان كذلك ترتيبه ونافس من اجل الدوري التونسي السنه الماضيه، وكان ترتيبه هو الثاني، هو اللي تولى المشاركه الافريقيه يعني على مستوى الشامبيونز ليج. لذلك هذا هو اللي يخلي طموح بتاع الاتحاد الرياضي المنستيري هو طموح مشروع، لكن ماهوش سهل، وهذه حقيقه تتقال، احنا رياضيين ونعرفوا حقيقه الميدان، حقيقه الميدان عامل خبره مهم برشا في طبعا المسابقات القاريه. خليني نقول لك الشامبيونز ليج هي حديقه النادي الاهلي، الجاردن بتاع النادي الاهلي، لكن ديما تعرف انت رياضي وعلى مستوى عالي وتعرف ان احقيه الملعب وحقيقه الملعب طبعا التحقيق الرياضي في بعض الاحيان يتعب على جزئيات. انا بشوف دايما يا كابتن شهاب ان مثل هذه المباريات خصوصا مع انديه شمال افريقيا سواء تونس او الجزائر او المغرب او ليبيا كلها بتبقى 50-50، 50 يعني نسبه فوز الفريق ده 50 ونسبه فوز الفريق الاخر 50، لانها في النهايه بتبقى مباريات لها خصوصيه ولها شكل مختلف داخل الملعب. خاصه لما تكون مباراه خروج المغلوب. مظبوط. يعني كأن مباريات كاس، وانت تعرف انه المفاجآت ما تجيش في الدوري تجي الا في الكؤوس. لانه ليش؟ لانه
الفرق اللي عندها طموح اللي هي تدخل المباراه كاني اوتسايدر، يكون عندها حافز قوي، روح معنويه قويه، وايمان بالمباراه وبالحضور في المباراه. لذلك انا اتوقع باش تكون كما قلت يا حفيظ انت المباراه في اطارها انه انديه شمال افريقيا لما تتنافس مع بعض يعتبروا ديربيات، يعتبروا متوازنين يعني 50% 50%. مظبوط. تيترز يعني الجزئيات الصغيره اللي تقدر تحصل. طيب. في المباريات هذه. طيب رايك في تصريحات المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري اللي قال فرصته ضعيفه امام الاهلي؟ انا شخصيا بشوفها ان انا يعني شخصيا بشوفها ان هي لعبه نفسيه. يعني لما الواحد كان بيلعب زمان في البطولات الافريقيه مع النادي الاهلي كان دايما المدربين اللي قدامنا بيقولوا هذا الكلام، بيقول لك ايه احنا كده كده فرصتنا ضعيفه وان احنا جايين نتغلب. هل ده لعبه نفسيه بيعملها اي مدير فني علشان يقلل او يقلل من فريقه علشان الفريق الثاني يبقى في شكل افضل؟ والله انت شوف تابعت انت ادرى انه خاصه فما دبل سبيتش، يعني فما خطابين يعملهم المدير الفني، فما خطاب الاعلامي للاستهلاك الاعلامي للمنافس، فما خطاب داخل غرفه الملابس. مظبوط بالضبط، هو خطاب، هذاك هو الخطاب الحقيقي. يعني انا ما نظنش كانوا المدرب اكيد يحترم النادي الاهلي، اكيد يعرف صعوبه المباراه على كل النواحي، اكيد يعرف ان اللاعبين عندهم نوعا ما من الضغوط، انه تحب ولا تكره بينافس فريق القرن. لكن اكيد هذا كذلك من الناحيه الذهنيه بيعد الفريق بتاعه على اساس انهم يلعبوا هم مؤمنين بامكانياتهم، يلعبوا هم مؤمنين مأمنين الشانسز يعني الحظوظ بتاعهم في المباراه هذه. اكيد حتى على المستوى التكتيكي اكيد حضر روحه كما يجب حتى يكون متوازن، ما يكونش دفاعي 100% وما يكونش هجومي منحل يعني خطوط بعيده على بعضها، لا راح يكون متوازن، فريق متوازن. لكن فما نقطة مهمة برشا برشا، لأن نعرف في المباريات هذه خاصة لما يكون فريق أوتسايدر يلعب مش مباراة واحدة، يلعب من أجل مباراتين، يعني يبقي على حظوظه ويفرق من أجل إبقاء، نقولوا يبقى حي في المباراة مش يبقى على حظوظه خاصة للمباراة الثانية، ما يلعبش الكل في الكل في المباراة الأولى. وهذا هو التوازن العقلاني في التعامل او في مجارات المباراه. طيب علي معلول نجم النادي الاهلي ونجم المنتخب التونسي قدم افضل موسم ليه مع الصفاقسي التونسي تحت قيادتك، وتقريبا كان هداف الدوري في ذلك الوقت. هل ارجع بقى بيك للذاكره لورا شويه، هل ساعتها علي معلول سالك عن خطوه انتقاله للنادي الاهلي وردك كان ايه؟ والله شوف انا اثنين كان مستواهم عالي معايا في النادي الصفاقسي، هو علي معلول وجنيرة جاي. واثنين خرجوا من النادي الصفاقسي على النادي الاهلي بعد ما عملوا معايا موسم، والحمد لله وهذا شرفني كثير كثير. حتى جنيرة جاي لما غادر النادي الاهلي السنه الفاضيه جاء عندي في النصر بنغازي. ايوه. حتى يرفع المستوى نتاعه ورجع المستوى نتاعه الحمد لله. بالمناسبة نتمنى له الشفاء العاجل. لسه كنت هقول لك هو اتصاب اول من كام يوم في رجليه، فان شاء الله يرجع بالسلامة. بالمناسبة جمهور الاهلي بيحبه جدا جونيور اجاي. يرجع اقوى من الاول ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بالنسبة للعيب معلول الحمد لله خرج هو في نادي الصفاقسي في 2016 هداف الدوري التونسي. نعم. علي معلول زاد مستوى اخر مع النادي الاهلي. لكن كانت انا بالنسبة لي انا لما استشارني، لانه في برشا ثقه بيني وبين علي معلول، لما استشارني قلت له انا كان عنده فريق فرنساوي يلعب في الممتاز، وكان عنده عز الاهلي. نعم. انا قلت له البروفايل بتاعك علي انا كنت لاعب هجومي وطالع من الفريق يلعب من اجل القاب، الفريق الفرنسي يلعب من اجل سبب النزول، راح يكون لا يلعب دفاع مكثف، دفاع المنطقه ما راح يكون فيه
امتداد هجومي للأزهر. لذلك انا الخير تكون موجود في النادي الاهلي اللي هو يتناسب مع مستوى مع البروفايل بتاعك، لانه علي تعرفوه هجومي اكثر منه دفاعي، وهو علي يلعب من اجل الالقاب سواء المحليه او القاريه. كنت قلت له انا البروفايل بتاعك يتماشى مع نادي القرن ونادي الاهلي، لذلك اخذها بالنصيحه اكيد تشار بصخره، لكن الحمد لله انه ما ندمش، والحمد لله انه علي معلول توفق في النادي الاهلي، يمكن من اكثر اللاعبين العرب اللي انتماوا للنادي الاهلي اللي نجاح وكان ليه حصد الالقاب القاريه والمحليه في النادي الاهلي. نعم. طيب معلش برضه ارجع مره اخرى للاتحاد المنستيري يا كابتن، اهم نقاط الضعف من وجهه نظرك والقوه اللي موجوده في فريق الاتحاد المنستيري. شوف انا بالنسبه لي انا الحاجه المميزه عن الاتحاد الرياضي المنستيري انه فريق يلعب على امكانياته، وهذا مهم جدا. لما فريق يعرف امكانياته ويستعمل الاسلوب اللي يتماشى معاه واللي يخليه ينجح في المباراه، هذا فريق نعتبره انا محترم جدا ويخوف. كذلك الاتحاد الرياضي المنستيري يعرف، وهذه ميزه فيه، هو علاش هو فريق مستقر، يعطيه الامكانيه نتاع التصرف في المجريات نتاع المباراه. نعم. وانت تعرف لعبت المستوى العالي تعرف شنو معناها تتصرف في المباراه، لما تكون انت مضغوط كيف تطلع من الضغط، لما تكون عندك انت حاجات ايجابيه ماشية معاك باش تستغل باش تحول الفرص هذيك إلى أهداف، ولو تكون حتى فرص شحيحة يعني تكون فرص قليلة. نعم. يبقى ديما من خبرة المباريات هذه، هو يبقى العامل اللي يمكن يحكم في مباريات الذهاب والعودة، هو مباراة هو العامل الخبرة اللي يمكن يفتقد نوعا ما اتحاد المنافسين. كابتن شهاب انا بشكرك جدا جدا على هذه المداخله، اشكرك جدا على تواجدك معانا وكل هذه المعلومات، وكونك نصحت الحقيقه النجم الكبير كابتن علي معلول عشان يبقى متواجد في النادي الاهلي، فدي بالنسبه لنا كافيه، لانه بالفعل واحد من اهم وافضل اللاعبين اللي عدوا على مستوى المحترفين في مصر خلال الفترات الاخيره. شكرا جزيلا لكابتننا الكبير كابتن شهاب الليلي المدير الفني الحالي لنادي اهلي بنغازي الليبي ونادي اتحاد المنستيري التونسي الاسبق.